بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أعرفكم بنفسي الأول. أنا اسمي علي السيد محمود، أنا صاحب مزرعة زوكي كنل. وأحب أعرفكم بس إن أنا في البدايات، أنا بقالي أكتر من 17 سنة بربي كلاب. الحقيقة طبعا أنا مريت بمراحل كبيرة جدا في التربية، ومن البدايات طبعا زي بقية ناس كتير جدا اللي حبوا الهواية دي، وخصوصا ان الهوايه دي بتخص الكلاب، لان الكلاب بالنسبه لي مش شرط بس ان هي تبقى شغل او ان هي تبقى هوايه، لا، الكلاب دي يعني من معاشرتي ليها ومن قعدي معاها الفتره الكبيره جدا اللي فاتت دي، اكتشفت ان هو الصديق الوفي. نحب النهارده نتكلم عن بداياتي في تربيه الصديق الوفي. أول حاجة أحب أقولها، أنا بدأت زي أي مربي عادي جدا، إنه حب الكلاب في الأول، وابتديت زي ما كتير من المربيين بدأوا فوق السطح، ودي حاجة طبيعية جدا كل الناس بتلجأ إليها، خصوصا إن الموضوع بيبقى في البداية إن هو هاوي مش محترف. بدأت الأول بالجيرمان شيبرد طبعا، لأن هو بيعتبر الكلب رقم واحد في العالم، وده لأسباب كتيرة جدا عدا، ممكن في بعض الحلقات بعد كده نبقى نتكلم عنها بالتفصيل. لكن أنا بدأت الأول بالجيرمان شيبر، لأن هو بريد متكامل، كلب ينفع للحراسة، كلب بينفع للإنتاج، كلب متميز جدا في حاجات كتير نقدر نتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. أحب أوضح بس بعض الأمور اللي خاصة بتربية الكلاب. تربية الكلاب دي بتحتاج اهتمام قوي جدا 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 جدا، مش سهل ان انت تربي كلب، مش سهل انك تعرف تتعامل مع كلب، مش سهل انك تقدر تنتج كلب، ودي من اهم الحاجات او من اهم المميزات اللي حابين نتكلم عليها النهارده. طبعا انا لما بدأت قصة الهواية بدأتها أصبت بالإحباط في أوقات كتيرة جدا، وده ليه عدة أسباب. لما أصريت وحبي للكلاب زاد، ابتدت الهواية تخش في منطقة الاحتراف. وقبل ما كنت أخش في المنطقة دي، أنا قريت كتير جدا، اتفرجت على فيديوهات كتيرة جدا، اتعلمت من ناس قبل مني في الهواية، ناس كبار وناس محترمين جدا، أخدت منهم بعض الخبرات. ورغم إن كان الحصول وقتها على المعلومة كان صعب جدا جدا جدا، لأن ما كانش فيه سوشيال ميديا أو مواقع نقدر نخش عليها محترمة نقدر ناخد منها المعلومة الكاملة، ودي كانت من أحد الصعوبات اللي كانت مواجهانا، هو الحصول على المعلومة دي كانت حاجة قوية جدا. طبعا في معلومات أخدناها بالخبرة مع سنين التربية وسنين الهواية، وفي معلومات أخدناها من دكاترة كويسين، وفي معلومات دخلنا على سيطات عالمية ودخلنا حصلنا على المعلومات دي، والتجربة هي أفضل معلومة أنا وصلت لها. السؤال ده هو أكتر الأسئلة الشائعة اللي دايما بتقابلني في المجال، هو كيفية اختيار جرو. أول حاجة خلينا نتكلم على حاجة مهمة جدا بنتسأل عليها، في بعض الأسئلة منها السؤال الأولاني، أجيب كلب نوعه إيه؟ ده رقم واحد. طيب نحب نجاوب بس على السؤال الأولاني ده. أول حاجة، أنت احتياجك للكلب إيه؟ هل حضرتك محتاج كلب حراسة؟ هل محتاج حضرتك كلب بيلعب مع الأطفال؟ هل حضرتك محتاج كلب للبيت؟ هل حضرتك محتاج كلب تستخدمه في شغل الرعي؟ كل الأسباب دي لازم أنت تحدد الأول أنت محتاج الكلب ليه، عشان يجي دوري أنا في تحديد نوع الكلب اللي حضرتك هتربيه. طبعا أنا دايما بفضل في البدايات إن ما يبقاش الكلب من الفصايل، وخصوصا للناس اللي هتبتدي تربي كلاب لأول مرة، ما تبقاش من الفصايل المعروف عنها بالقوة والشراسة المفرطة. يعني مثلا ما فضلش ان اول واحد هيجي يربي لأول مرة انه مثلا يربي كلب كوكيجن، او انه يربي كلب كين كورسو، او انه يربي كلب روتوايل. الكلاب دي كلاب فيها شراسة بالفطرة، وشراسة قوية جدا، وبتعتبر من الكلاب اللي محتاجة نوع خاص في التعامل، لان ده مهم جدا 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 انك قبل ما تتاكد من النوع اللي انت هتشتريه يبقى عندك عنده عنك عندك عنه
معلومات كافية جدا 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 ازاي انت هتقدر تدير العلاقة اللي ما بينك وما بين الكلب. دايما بفضل ان لو في حد هيبدأ يربي لأول مرة بيبقى في نوعين دايما هما الأقرب إلى الإجابة، هو الجيرمان شيبر والجولدن ريتريفر. دول أكتر الأنواع اللي يقدر حد باختصار شديد جدا يقدر يتطبع معاهم بسرعة عن بقية الأنواع التانية. ده مش معناه إنه حصري إنك لازم أول مرة تيجي تربي جيرمان شيبر أو جولدن ريتريفر، لا 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 خالص، مش دي الفكرة، بس الفكرة دي من أسهل الكلاب اللي تقدر تتعامل معاها. الكلب الجيرمان شيبر بالخصوص من الكلاب اللي بتدور على تتعامل مع صاحبها ازاي. يعني الكلب الجيرمان شيبرد دايما هو اللي بيدور على صاحبه اتعامل معاه ازاي، فبيسهل على الاونر انه يكون علاقه ما بينه وما بين الكلب بتاعه. نرجع للموضوع الاساسي، هو ازاي اختار الجرو. دلوقتي خلاص حضرتك اخترت النوع او قريت عن النوع وقررت انك هتاخد سي مثلا الجيرمان شيبرد. الجيرمان شيبرد اللي انت حضرتك اخترته فيه شيء مهم جدا جدا جدا، ويا ريت يا ريت يا ريت الناس تراعي الجزئيه دي. اول حاجه انت لازم تختار بريدر موثوق فيه بنسبه 100%، دي من اهم الحاجات، لان الناس اللي موثوق فيها هتقدر تديلك منتج. يعني لو هنسمي ان الكلب ده منتج، هتقدر تديك منتج في 70-80% من المواصفات المطلوبة، وال20% الباقيين دول هيبقوا بتوع حضرتك. بس خلينا نقول الأول إزاي تثق في المربي أو المنتج، منتج السلالة. خلينا نقول إزاي تثق في منتج السلالة. منتج السلالة لازم يكون عنده كلاب ليها شهادات نسب، أو على الأقل لو هي ملهاش شهادات نسب بتبقى كلاب معروف تاريخ اهاليها، لان تاريخ الاهالي يعني بي 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 بيبقى مهم جدا في الفرخ بنسبه 100%. طول ما الاهالي بتبقى اهالي من سلاله محترمه، سلاله نقيه، سلاله عظمها سليم، ودي اهم 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 نقطه في الجيرمان شيبر، ان الاهالي تبقى اهالي سليمة أو عظامها سليمة بنسبة 100%. ده أهم حاجة في الجيرمان شيبر. ويجي بعد كده أنت دلوقتي اخترت البريدر اللي هو وثقت فيه وهتشتري منه الكلب ده. طيب حضرتك وصلت للبريدر وشفت الجرو. أساسيات إنك تستلم جرو من بريدر الآتي: رقم واحد، لو الكلاب الاهالي موجوده لازم تبقى الاهالي موجوده عند البريدر، حضرتك تقدر تبص عليها. لو الاهالي ليها بيديجري مسجل هنا في مصر، طبعا الجراوي هيبقى ليها اهالي، حضرتك ممكن تستفسر عن الاهالي وتستفسر عن البيديجري بتاع الاهالي. تقدر تخش على الانترنت دلوقتي بمنتهى السهوله تتفرج على صور الاهالي اللي موجوده خلال سواء الاهالي مباشره او الجد او جد الجد، كمان تقدر توصل للصور دي عشان يقدر يبقى عندك تخيل لشكل الجرو اللي حضرتك هتستلمه هيبقى ايه لما يكبر، وده طبعا شيء مهم جدا. نقطه هنتكلم فيها هي صحه الجرو اللي حضرتك رايح تاخده. اول حاجه لازم يبقى الجرو صحته كويسه جدا، الجرو قدامك بيلعب، الجرو قدامك بياكل، الجرو قدامك بيتحرك حركة طبيعية جدا، بيلف حواليك، باين عليه الحيوية والنشاط، عينيه مش دبلانة، ده مهم جدا جدا جدا، عينيه ما فيهاش قماص، ده مهم جدا. الكلب مظهره العام الشعرية بتاعته بتلمع، ده بيدل ان هو واكل كويس وان الكلب نضيف. المعلومة مهمة جدا جدا جدا، وثوقك في البريدر النقطة اللي احنا قلناها رقم واحد، ده ليه تأثير على حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان هو البريدر المحترم اللي حضرتك رايحه ده بيراعي اهم نقطة في تأسيس الجرو، وهي التطعيمات. التطعيمات دي هي البذرة اللي حضرتك بتحطها في الجرو وبتحميه، او اول حاجة بتحميه ان هو يموت، تاني حاجة بتديله المناعة اللي هتقدر تخليه يعيش طول فترة حياته بصحة جيدة.
اهم التطعيمات اللي موجوده او اللي بتبدا بيها مع الجرو بتبقى التطعيم الثنائي، وده بيبقى بيراعي او التطعيم ده بيدي مناعه ضد اكتر فيروس، اثنين فيروسين مهمين جدا هم البارفو والديستمبر، دول اقوى فيروسين بيواجهوا الكلاب، وخصوصا في العمر اللي هيبتدي يشتغل فيه من حوالي 40 يوم لحد 60 يوم، دي اكتر فتره بيظهر فيها المرض ده. قبل كده طبعا بيبقى عنده مناعه اللي بيبقى واخدها من الرضاعه الطبيعيه للام، ودي حاجه مهمه جدا 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 سواء للبريدر انه يشتغل عليها او سواء ان حضرتك تتاكد ان الام هي اللي رضعت. ده يعني لو قدرت تتاكد من النقطه دي هيبقى مهم جدا جدا جدا، لان ده بيأثر على صحه الجرو فيما بعد.